العالم كل فترة من الزمن بيصحى على وباء بيهدد البشرية كلها بالفناء، بدأ بالطاعون مرورا بالإنفلونزا وأخيرا كورونا انضم إلى قائمة الأعداء. ناس اتصابت بالهلع وناس تانية لجأت للدعاء وناس تانية اتجاهلت الموضوع كله من أوله لآخره وفضلوا يقضوها هزار وضحك وقلش وبيقولوا لك كله محصل بعضه والمكتوب مكتوب. وما بين كل ده وده في دروس اتعلمناها كتير جدا ما ينفعش تمر علينا مرور الكرام، فلازم نفتكرها ونفكر بعض دايما بيها. الوضع الآن شوارع نظيفة جدا، بيوت معقمة قوي، مأكولات أغلبها منزلية، أطفال تحت العناية في البيت، أسر رجعت تشوف بعض وتقعد مع بعض فترات كبيرة، نسب المشاكل قلت والتفاهم الأسري زاد بشكل كبير، وكمان نسبة التلوث البيئي انخفض والمستشفيات متأهبة ومستعدة بشكل كبير، أعمال خيرية منتشرة ومعاصي أقل ودعاء وصلوات. علمتنا كورونا إن العالم قرية صغيرة جدا ومخلوق ضئيل جدا وضعيف، ممكن يمر العالم كله من أوله لآخره في ظرف ساعات. علمتنا كورونا رغم اختلاف الثقافات والجغرافيا والتاريخ الا ان العالم كله ممكن مصيره يكون حاجة واحدة. علمتنا كورونا ان كلمة مواطن ولاجئ وحدود وباسبور كلها شعارات لازم نعيد تفكيرنا فيها من اول وجديد. علمتنا كورونا ان الاخبار ما بتستخباش مهما حاولت ان انت تداري الحقيقة، هيجي يوم وتتفضح قدام العالم كله. حاجة كده زي ايران اللي ما كملتش اسبوعين وعرف العالم كله اخبارها بعدد الوفيات وعدد المصابين. علمتنا كورونا ان الانسان ضعيف جدا مهما كانت سلطته او شهرته او غناه، وان الوباء ما بيفرقش ما بين غني او فقير، ولا يعرف صغير او كبير، ولا ابيض او اسود، ولا عربي ولا غربي، ولا مسلم ولا غير مسلم، وكمان قادر ان هو يصيب رؤساء دول زي البرازيل ويصيب ملوك وامراء زي الاسره المالكه في النرويج، مرورا بلاعبين الكوره وغيرهم كتير. علمتنا كورونا اهميه الصحه وانها لا تقدر بثمن، وان الاطباء والعاملين في المنشات الصحيه لازم ننظر اليهم بطريقه اكبر وافضل في التقدير. علمتنا كورونا اهميه التنسيق التعاون بين الجميع، افراد وهيئات ومؤسسات وقطاعات حكوميه وقطاعات خاصه، هيحقق اعظم الاهداف في مواجهه عدو واحد. علمتنا كورونا ازاي نعتني بنفسنا بطرق مختلفه، وازاي نحافظ على اجسادنا وايدينا، وازاي نختار بعنايه الاكل والشرب. علمتنا كورونا اهميه القيم المجتمعيه في حياه ضغط عليها الماديه، والانانيه والفرديه على كل تصرفات. علمتنا كمان كورونا ان العالم كله لازم يعرف يعمل اعاده ترتيب اولويات الدول، علشان لازم يكون البحث العلمي والصحه والامن الغذائي في المرتبه الاولى في الاولويات دي. علمتنا كمان كورونا ان انت ما تفرحش بتعليم نسبة 95% في المجتمع، لان 5% اللي باقيين قادرين على افنائه تماما. التعليم والتثقيف والتوعية لازم ان هي تطال الكل. علمتنا كورونا اهمية الاسرة وجمال الالتفاف الاسري وحلاوة الجلوس مع الاولاد والاهل، وان احنا قد ايه قصرنا في الاهتمام بالاطفال في مرحلة نموهم الصعب. علمتنا كورونا كيف تدير الدول الازمات امام اختبار حقيقي، ومعرفة الاجراءات والسياسات اللي بتتخذها الدول دي للتخلص من هذا الوباء. كورونا بكل دروسها اللي ظهرت واللي ما ظهرتش حتى الآن ما هي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وكأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر، السبب بما كسبت أيدي الناس. الحكمة إيه يا رب من كده؟ ليذيقهم بعض ما عملوا. طب الغاية والهدف إيه؟ قال لعلهم يرجعون. فعلا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولغيرك لا تكلنا. واخيرا رمضان اكبر فرصة للعودة، حتى وان اغلقت المساجد فرصة كبيرة قوي لازم نغتنمها صح، فرصة نكثر من القرآن والصيام والصدقة والقيام وبر الوالدين وصوم الجوارح وصلة الارحام والدعاء وانتظار ليلة القدر. عسى الله ان يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.